طيب، منتخبنا لعب بالأمس مباراة هامة جدا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، تعادل إيجابي مع غينيا بيساو بعد ما كنا متأخرين بهدف مقابل لا شيء. نجح محمد صلاح في إحراز هدف التعادل في منتصف الشوط الثاني. من حسن حظ منتخبنا بوركينا فاسو في مالي اتعادلت على أرضها، لأن بوركينا ما بتلعبش على أرضها، بتلعب في مالي، فتعادلت 2-2 مع سيراليون. من حسن حظنا أيضا إن قبلها بيوم إثيوبيا وجيبوتي اتعادلوا إيجابي 1-1. فنطاق شكل ترتيب المجموعة كله بيخدم مصالح منتخبنا الوطني في التصفيات. مصر 10 نقاط، غينيا بيساو 6 نقاط، بوركينا وسيراليون 5 نقاط، فبالتالي في ابتعاد بعدد من النقاط جيدة لمنتخبنا بعد 4 مباريات من التصفيات، وباقي 6 جولات هيتلعبوا بالتأكيد في 2025. أهو على الشاشة ده ترتيب مجموعة مصر: 10-6-5-5، 3 إثيوبيا ونقطة فريق جيبوتي. أعتقد يعني مجموعة في المتناول، ولكن أداء المنتخب، تشكيل المنتخب، تغيير طريقة اللعب، هل المنتخب نجح في الأهداف بتاعته ولكن لسه هناك ملاحظات على المستوى الفني؟ كل ده بالتأكيد محتاجين نتناقش فيه ونسمع رأي أحد كباتن منتخب مصر والنادي الأهلي، الكابتن أسامة عرابي. كابتن أسامة، مساء الفل. مساء الفل، اهلا وسهلا بك يا محمد، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. تحياتنا لحضرتك، وكنا عايزين نسمع منك بقى رؤيه فنيه كده لاداء المنتخب وطريقه اللعب اللي لعب بها حسام حسن في مباراه غينيا بيساو بالمقارنه بمباراه بوركينا. هل حقق الهدف بالنقاط الايجابيه ولا المنتخب محتاج امور فنيه افضل من كده في الايام اللي جايه؟ لا، هو من حيث تحقيق الهدف، الهدف اتحقق بنسبه كبيره جدا. واعتقد ان احنا يعني ان شاء الله قاب قوسين او ادنى ان شاء الله من الوصول لكاس العالم. منتخب مصر خبرته اكبر، امكانيات لعبته اكبر من كل فرق المجموعه، وواضح بمسافه يعني. فان شاء الله حسام حسن وكل الجهاز المعاون اللي معاه قادرين انه يوصلوا كاس عالم، وان شاء الله الاداء يتحسن من المباراه الاخرى، لانه خلي بالك برضو هو حسام مش جاي من فتره طويله، في مراكز، بعض المراكز فيها مشاكل شويه بالنسبه للمنتخب المصري، مش حتى مع حسام، حتى في الفترات السابقه مع سواء كيروش او مع فيتوريا. دخول عناصر جديده يعني العناصر كلها تكتمل في كل المراكز هتاخد وقت شويه، لكن هو الكويس ان احنا الحمد لله بنكسب، وامبارح مثلا تعادلنا مع غينيا، ماشيين بخطى ثابته، وانت زي ما قلت في التعليق الحمد لله كمان الفرق الاخرى بتتعادل، فاحنا عدينا ماتش والامور زي ما هي، يعني احنا ما تعادلناش مثلا وبوركينا كسب امبارح، او وهو ده اقرب منتخب ممكن ينافسنا شويه. صحيح. هو ومنتخب الغيني يعني، لكن ما اعتقدش ان اثيوبيا وجيبوتي وسيراليون يعني هيبقى يمكن يعطلوا في بونت مع حد او حاجه، لكن ما عندهمش فرص انه يوصلوا في المجموعه دي، فان شاء الله مصر هتوصل. بالنسبه بقى للشغل الفني، هو اختلف الماتش من بوركينا لغينيا، الماتشين طبعا في 4 ايام تقريبا او 5 ايام. الماتش الاولاني لعبنا 3-4-3 او 3-5-2 بوجود حمدي فتحي جنب محمد عبد المنعم ورامي. امبارح لعبنا 4، يعتبر 4-4-2 او 4، يعني هو مأخر محمد صلاح تحت مصطفى محمد قبل ما يصاب، وبيلعب رجع محمد حمدي باك ليفت في الشكل الطبيعي، لانه ماتش هنا كنا زي ما بقول لك بنلعب 3 في القلب، ومحمد عبد المنعم ورامي وهاني، وكان في النص حمدي فتحي رجع لنص الملعب هو ومروان، وفي رباع قدام زيزو ناحيه اليمين، تريزيجيه ناحيه الشمال، وصلاح تحت راس الحرب. تحت راس الحرب، يعني تقدر تقول عليها يعني 4-4-2 4-2-3-1 يعني. طيب، ايا كانت بيلعب لراس حربه متاخر شويه. طب ايا كانت الطريقه كابتن اسامه، معلش انا اسف بس عايز اقطعك في الحته دي، ايا كانت الطريقه، ولكن هل اداء محمد حمدي في المركز الظهير الايسر ظهر بشكل كويس؟ هل تواجد زيزو مع محمد صلاح والاثنين تحس ان في لخبطه في المهام الهجوميه ده في
هل وجود حمدي فتحي بجوار مروان والاثنين نفس الاداء في مركز ستة ده ممكن يحتاج تعديل فيما بعد؟ بص، هو زي ما قلت لك في مراكز محتاجه عناصر اضافيه، ولكن بصراحه يعني الساحه لما تقعد تفكر في المراكز ما فيش اختيارات كبيره. انا بتكلم على لعيب دولي، انا مش بتكلم على لعيب محلي يأدي مره ويأدي. عايزه وقت شويه، يعني العناصر الجديده اللي تقدر تشارك تقريبا. حسام حسن واخد هقول لك بنسبه 95% من العناصر اللي اي مدير فني هيجي غالبا هياخدها. يعني هتلاقي اختلافات في لو هم 24 25 لاعب، هتلاقي اختلافات في 2 3، وده طبيعي في اي مدير فني يجي. لكن المعظم اللي موجود هو تقريبا الاختيار الطبيعي لاي مدير فني هيجي المنتخب مصر في المرحله دي. انت عندك بعض المشاكل زي ما قلت لك في بعض الاماكن، منها المركز الظهير الايسر، خاصه بعد اصابه فتوح، وجود محمد حمدي بعد الوقف اللي فات. امبارح يمكن ما كانش موفق، لكن في ماتشات قبل كده ادى فيها بشكل كويس. عندك مشكله شويه في مركز راس الحربه، لما بيحصل مشكله فيه ما فيش لسه حد واضح بعد مصطفى محمد. يمكن اقربهم من وجهه نظر انا محمد شريف، لكن لسه الباقيين عايزين ياخدوا خبرات. بس كانت في مفاجاه يا كابتن اسامه، يعني كانت في مفاجاه ان الكابتن حسام رقم 2 عنده بعد مصطفى احمد نبيل اوفا او احمد امين اوفا. يعني بص، انا قلت بص يا محمد، انت لو رجعت لكل اللي قبل حسام هتلاقيهم مراكز كتيره كانوا بيحطوا فيها ناس يعني من وجهه نظر الجماهير ما كانتش مؤثره، بالنسبه لهم هم كانت مؤثره. يعني انت في فتره كان كيروش على طول مروان حمدي، مروان حمدي هو اللي بيلعب راس حربة وبعيد شريف. لما تيجي تشوف فيتوريا ما كانش بيلاعب محمد شريف مثلا، وده زي ما قلت لك اقرب واحد من وجهه نظري. في ناس ثانيه بقى عندها وجهه نظر اخرى. فهو مركز المدربين اللي حتى قبل حسام مختلفين فيه، يعني مش مستقرين على حد معين، ما فيش حد ثبت حد معين. قبل كده في ناس جربت كوكا بس يمكن حتى مع فيتوريا وكيروش ما لعبش، لكن قبليها كان بيلعب مثلا مع بشكل كبير شويه. فهو مركز من المراكز اللي ناقصه شويه. زي ما قلت لك مركز الظهير الايسر برضو محتاج. نص الملعب بالذات اللي هم بيلعبوا 8، يعني هتلاقي امام عاشور، ممكن زيزو، ما فيش حد تاني واضح. معظمهم ارتكاز 6 زي مروان وحمدي فتحي والمجموعه ديت. يمكن الـ 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 الاجنحه عشان موجود مثلا صلاح لو لعب جناح، موجود تريزيجيه، موجود مرموش بس طبعا عشان اصابته، زيزو، مصطفى فتحي. يعني يمكن الاجنحه في ناس عدت شويه، وفي في اخرين كمان ممكن. السردباكات في بقت فيها مشكله بعد فتره اصابه الونش، فتره طويله كان وحجازي بعديه الاثنين كانوا مؤثرين مع رامي ومروان ومثلا ياسر لو كان اصابته كانت هتبقى فيها تقل شويه. برضو مركز عايز تغييرات، مش تغييرات، اضافات يعني. فهي في مراكز فيها مشاكل، لكن هي المهم ان انت بتكسب وماشي بخطى ثابته. حتى امبارح التعادل وان كان هو مرضي كنتيجه حتى قبل نتيجه بوركينا، بس هو اللي كان يعني اللي كان واحد شايفه من احداث الماتش ان احنا كان ممكن نكسب. يعني فرقه غينيا بيساو مستسلمه، ما تحسش ان هي عندها خايفه قوي قوي من منتخب مصر، وما تحسش ان هي يعني حتى جونهم جه بهجمه وحيده يمكن في ال 90 دقيقه وما كانتش هجمه خطيره قوي بالزبط. وربنا وفقهم فيها. احنا في اخر بعد ما صلاح اتعادل في اخر ربع ساعه عندنا فرصه نجيب هدف وتاني. صلاح كان ممكن يجيب هدف، امام عاشور كان ممكن يجيب هدف ونكسب، اوفا كان ممكن يجيب هدف ونكسب. يعني كان لينا 3-4 فرص. فانا شايف انه ان شاء الله باذن الله احنا هنوصل كاس عالم، ولكن يعني بوضوح يعني باذن الله يعني. بس هي طبعا عايزه جهد من حسام والجهاز اللي معاون معاه انه يقدر يبني سواء في طريقه اللعب،
سواء في اضافات لعيبه تبقى مؤثره في المراحل الجايه، لان اي واحد بيتصاب في تقل شويه مش بتلاقي البديل بسهوله. يعني في مراكز يعني مش يعني بتبقى قلقان قوي لو حد بيتصاب فيها، ما فيش البديل مش موجود ومش سهل انك تلاقيه بسرعه. ايوه، بس دي على فكره معاناه عانى منها كيروش وعانى منها فيتوريا وقبل كروش برضو، فهي عايزه جهد شويه. امبارح الاداء كاداء مش حلو قوي صحيح، لكن انت خدت من اللي انت عايزه من المباراه، وكمان لما بوركينا اتعدلت واثيوبيا اتعدلوا، ف يعني خلاص انت كده ماشي بنسبه اقول لك تكاد تكون 100% يعني كنتائج. يعني انت كسبان 3 ماتشات ومتعادل ماتش، والطريق بقى ان شاء الله مفتوح بالنسبه لك يعني باذن الله. كابتن اسامه عرب، انا بشكرك بجد على هذه المداخله المهمه جدا والتحليل الفني لاداء منتخبنا الوطني. شكرا جزيلا كابتن اسامه عرابي، كان تحليل فني مهم جدا.